فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكيو على الانجاز التاريخي اليوم. الانس جابر بلوخه نهائي بطوله ويمبلدون كاول مره لعبه عربيه وافريقيه تبلغ نهائي بأحدى من بطولات الجراند سلام. على كل باش نحكيو اكثر على الانجاز هذا، معنا بالتليفون مدام سلمى المولي رئيسه الجامعه التونسيه للتنس. اهلا بك مدام، مبروك علينا التونس الكل. مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعين ومستمعاتك فريش فام. مرحبا مدام. دونك انجاز تاريخي ظهر لي اليوم، ما عادش نجمو نصدقوا اللي قاعد تعمل فيه انس. انجاز تاريخي، انجاز كبير قامت به اليوم انس. الحقيقه بوكو ديموسيون اليوم، مش ماناش مصدقين اليوم، متاكدين اللي عندها مؤهلات تخليها تخلص الدور النهائي وتكسب كذلك الدور النهائي. انا عندي هكا سو بريسونتيمون. اليوم انس دخلتنا للعالميه الكبرى، اليوم انس خليت اسم تونس يشع في كافة أنحاء العالم. اليوم أنس ورات أني المرأة العربية والمرأة التونسية اللي عمرها 27 سنة قادرة باش تعمل معناتها دي ميراكل. اليوم أنس في وسط ملاعب ويمبلدون، من أكبر تورنوايات في كرون شلام، من أقوى دورات كما تقول بشز أولمبية، ميدالية أولمبية. اليوم أنس ورات أنها قادرة واللي عندها مؤهلات بدنية ذهنية وتقنية كبيرة وكبيرة جدا. أنا شبهتها، أنا عاش قولي أنت صحيح التشبيه ولا كأنه معناتها باش العباد تفهم أكثر، كأنه منتخب الفوت وصل لفينال كأس العالم، معناها هكا. إي إكزاكتومون. اليوم معناتها بوكو ديموسيون، العباد تتفرج فيها دو باغتو، دي زيكرون باغتو في القهاوي. اليوم أنس دخلت كافة العائلات التونسية، ماك العائلة الصغيرة، صغيرة مش معناتها صغيرة، يمكن راجل ومرته من العائلات الكبرى. اليوم دخلت في كافة أنحاء الجمهورية. اليوم ورات أني تونس بلاد تنجب في أبطال في كل الرياضات. واليوم أنس هي اللي باش تخلي التنس يولي رياضة شعبية. أي رياضة شعبية، خاطر اليوم التنس ينجم يمارسه أي إنسان اللي يحب يلعب اللعبة هذيا. وإن شاء الله يا ربي تكمل تهز بطولة ويمبلدون ويكون إنجاز تاريخي، إنجاز كبير، وباش يهز البلاد هذيا الفوق برشا، كو سوا في التنس ولا هي كبلاد. اليوم حاشتنا بالفرحة وحاشتنا بالبهجة اللي قاعد تدخل فيها أنس كافة العائلات التونسية وتلف الراية التونسية عالية برشا. خلينا نسألك شوية مدام سلمى كمختصة أنت في الرياضة هذه، تكنيكمون كيف شفت المباراة؟ ظهر لي فجعتنا شوية أنس، لكن ما شاء الله بعد خذيت بزيادة من الأمور. كما تعرف اليوم أنس تلعب مع صديقتها، اليوم تلعب مع أحسن لعبة عندها علاقة معاها، اليوم تلعب مع رفيقتها نجم نقولوا. اليوم أنس الحقيقة بوتيتر أن بو ديموسيون، اليوم بوتيتر أنس ما كانتش جارحة باللهجة نتاعنا. سيستها. وجعت برشا. يعني كاينه مش تخفت، ما نجمش نقول لك تخفت، مي انا نقول لك ماتش اليوم نتاع دوسيت معناتها فاسيلمون. مي كي تعرف انت على بوكو دو كاليتي اونتر اوتر، معناتها بوتيتر سي فري في الماتش ما لازمش بوكو ديموسيون، وما لازمهاش اللي قدامها لازم تحسبوا عدوها، بالعكس باش تنجم تخرج القدرات نتاعها الكل. لكن الحقيقه اونز دو لوان اليوم لا نيميرو اون مونديال، انا جو لو دي وقلت لكم كان ترجعوا للتسجيلات انها باش تكون من ضمن الخمسه الاوائل، وهي توا الثانيه. وكان جاي ويمبلدون فيه نقاط، راهي نهار الاثنين تولي اللعبه الاولى عالميا. كما تعرفوا اللعبه هذه ويمبلدون ما فيهش نقاط خاطر معاقبه البطوله بوليتيك وكل شيء. مي اجوردي اونس الي لا نيميرو اون مونديال. اليوم اونس تونسيه، اليوم اونس طفله بديت بشويه بشويه بلا شيء، ورات اللي انها قادره. اليوم اونس شكر خاص، وشكر خاص للطاقم الفني عصام الجلالي، من احسن المدربين في العالم، نقولها من احسن المدربين في العالم خاطر انا نعرفه. كريم تشوفوا شو خدم معاها سوغ لو بلان فيزيك، اليوم سون كور اي سكولتي، تشوف سوغ سون اجيليتي، تشوف طون رياكسيون تاعها. انس ضافت معناتها يظل لي اي انسان شاف خدمه خدمه جباره. الطاقم الفني يستحق فريمون ان كرون ابلوتيزمون، معناتها خدم خدمه كبيره. وانس كذلك انس في السيركوي عيطوا لها شي لا جوز كي سي تو فيغ، تجي تلعب لك توي القصير مورتي. سي اون جوز كي ان جو فاريي. واليوم ما نحكي لكش على التليفونات اللي جاتني من كافة أنحاء العالم، رؤساء الجامعات معناتها يحييو فينا ويحييو في الجامعة التونسية ويحييو في تونس. تونيزيا إز إن ذا فاينل، تونيزيا ماهيش الجامعة التونسية لكن تونس. تونس اليوم هزت الراية عالية، وأنس مثل تونس ما تمثلش كان جامعة، أنس بنت الشعب، وأنس باش توري إن شاء الله نهار السبت لأنها قادرة باش تهز كرون شلام. هو انت حكيت مدام على كريم وعصام، ظهر لي
النقد اللي تلقاوه الثنائي هذا ظهر لي في الاعوام اللي فاتت ظهر لي وتشبث انس بهم ظهر لي ما هو الا اجابه على برشا كلمات قالوا على الستاف تكنيك نتاع انس جابر وانهم مش قادرين يوصلوها للي وصلت له اليوم هي بفضل الستاف تكنيك التونسي نتاعها. يعطيك الصحة كما تعرف ستاف تكنيك تاع أنسي لا يتي كريتيكي وقالوا اللي هو ماهوش قادر اليوم كما تعرف احنا مالوغوزمون توينسا ما نأمنوش بالتونسي خاطر أنا بيرسونيلمون رئيس جامعة أوكي لكني أنا تقنية أنا كنت نلعب تنس أنا كنت مدربة اليوم نجم نقول لكم اللي من الأول آمنت بهم أنس وأنا كرئيس جامعة آمنت بهم أمنت بعصام عصام سان جوار دو لا كوب دي فيز عصام ما يحبش التصاور عصام ما يحبش لي زانترفيو عصام يخدم في خدمة كبيرة صدقني نهيته كل يوم صدقني يا بشير ساعات جي لا شير دو بول يمشي يتفرج في الجوار يعمل لاناليز دو ماتش يدون لي تكتيك أون تعرف تلعب مع واحدة في التوب 10 وأنت توب 10 معناتها في العشرة الأوائل ما لا ديفيرونس في نيفو مونتال إي سي نيفو تكتيك لازمك تعرفها كيف تلعب باش تلعب لها على البوان فيبل دونك سا سي لو ترافاي دو عصام إي سور لو بلان فيزيك كان ما فماش فيزيك وما فماش كل لاندورونس فيزيك ولا فورس فيزيك ولاجيليتي تو بو با اكزيكوتي تون جيست تكنيك دونك سا سي لو ترافاي دو كريم كامون إلى أن دكتوراه كريم كمون تلميذي زاد قبل ما يكون هو مدربها قرا في قصر سعيد وكريم كمون كيفاش يخدم في خفاء ويعمل في برمجة سور لو بلان فيزيك كبيرة أمنا بهم ما سمعناش العباد العباد تا كريتيك يكريتيكيو الجامعة يكريتيكيو أنت يكريتيكيو كريم مي الحمد لله يظل اليوم كريم وعصام وأنت دخلوا في قلوب التوانسة والكل ومش مشكل أون بو كريتيكي أون فوا واليوم إيزون في بروف لأنهم إيزون دي كاليتي تخي تخي هوت وانا كي نقول لك احسن مدرب في العالم ما نتفرجش كتكنيسيان باش نرمي الورود جوست لعصام ولا كريم لكن اللي خلطت له اليوم وتشوف كي موال باغي سون جو وكل اكسيليراسيون في الكو دوا سي اوسي غراس ا سون ستاف وبيان سور انت من الاول بطله انت من الاول عندها اون كرين دو شامبيون على الي دوي دونك هما ثقلوا قدام هذاك خدموا سهروا الليالي يسون تري ديسيبليني في الماكلة الحقيقه لي لام اوزيو على خاطر توينتا وامنوا برواحهم وخدموا كل الصعوبات اللي 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 لقاوها والحمد لله اليوم وراوا لانهم قادرين وان شاء الله يا ربي يكملوا في المسيره هذه وهذا بيكون كان فخر لينا كتوينتا كل. نسمع فيك في المطار طالع على لندن مدام ماشي وين بلون ولا لا؟ اكزاكتومون سا اكزاكتومون سا خليت لاخر دقيقه ونحكي لك تصور هي ربحت انا باش تضحكوا عليا وخاطره كاتش هذولي 4-0 ولا في الدوزيام سيت اي كوميم قلت باش تربح و جي ديسيدي في الوقت باش نطلع الانس لازمنا توينتا نكونوا موجودين بحذاها وما كانت كذلك رئيس جامعه مهمه برشا في الدور النهائي. اي باش نسالك مازال الطياره مازال عندنا وقتها مازال شويه؟ مازال عندنا شويه. باهي مازال شويه مازال شويه وسع علي بالك شويه مدام توا توا نصف النهائي الثاني تلعب باش نسالك كتكنيسيان بين ريباكينا وكذلك سيمونا هاليب ريباكينا متقدمه 5-2 في المجموعه الاولى كيفاش تتوقع النهائي مدام بين انس واحده من اللعبه هذه واحده من اللعبات هذوما الزوز؟ انا باش نحكي على شويه البارح نحكي مع عصام يقول لي الاب يمكن تخسر والحقيقه حاجه قالها لي كانت مليحه بون جو سي با باسكو لي يل اناليز لي ماتش دونك الاب زاد كي لعبت لها انس وربحتها ما هذا ما يمنعش انه دور نهائي انه فيه مازالت ما خسرتش وراه مازال ماتش لا نعرف ما نحكي لك احنا توقعات عصام قالوا توقعاتهم انها باش تخسر يعني اونكور ديسيدي أليب لعبت لها الحقيقة وما كيما قلت لك دور نهائي كل شيء تبدل سور لو بلان مونتال سور لو بلان فيزيك سايي خلطوا للاخر دونك سافا إتخ ماتش فيه فرجة كبيرة كان أون تعبت إن معناتها دون سا بول كونسونتخي فريشور فيزيك قدرة المولى باش تكسب أون زادة أون دو سيت معناتها أنا نقول لك سا ديبون با دي زوطخ جوز احنا نتمنوا ان تهبط كيما لعبت دوران طول التورنوا تهبط مامنه 100% في روحها تسمع لي تكتيك ولي كونسين دو سون انترينور قدره المولى قدره المولى ان باش تكسب ويمبلدون فرصه سي فري ايغا ماهيش هوني سويتيك خسرت دونك سي فري كو اليب الي ان فورم معاها باتريك موراتوكو مدرب جديد
لكن الثاني هذا باتريك موراتوغلو كل راه معش خوفونا توينسا خاطر احنا زيدا عندنا مدرب كبير زيدا طويل ويحكيوا عليه اسمه عصام الجلالي. هو انت حكيت على ايجاذا هل هو اليوم فما في التنس انس وايجاذا هل الزوز هذا خروجها سويتيك معناها سهل شويه مهمه انس؟ بيان سور خروجها سهل بيان سور سي توجور اون كون جوز سويتيك كما تعرف هي على فيها باركور اكسترا اوردينير ما خسرتش بالكل حتى ماتش سي لا جوز لا بلو فافوريت دو سيركوي الوحيده اللي تقلق برشا انس عندها مشاكل شويه في الجازون هي ظهر لي يعطيك الصحة وأحنا الحمد لله باش نوريك يعني أنس جوز بولي بالون لا يقلقها غازون لا دور لا باتيو بيان كو في تونس راه يظهر لي ما عنديش تيران غازون لا في دارها لا في حتى وهي خير في الغازون ظهر لي خير من الباتيو تعرف علاش خاطر أنس أل فاري سون جو أل بو أتاكي أل بو ديفوند تنجم تعمل كامورتي تلعب ديبوردمون أل بلاس سا بال دونك لي جوز بولي بالون كي أنس الأكثرية السيرفاس ما تقلقش تقلق مثلا لي جواز اتاكونت لي جواز ديفونسيف خاطر وقتها يوليو لازم يخدموا برشا سور لو بلان فيزيك الحقيقه سوي تري اوبتيميست وفرحانه فرحانه برشا اللي انس معناتها خلطت الدور هذا فرحانه برشا اللي تنس باش ياخذوا مكانه كبيره كو سوا في تونس بالاقبال نتاع اللاعبين كو سوا شوالي يقراوا حساب تونس الحقيقه البرا. باهي ما نطولش عليك برشا فقط اخر سؤال باش الجانب الانساني في انس ظهر لي اكثر من الناس الفرحانين توا المعهد اللي وعدته انس بجائزه ماليه كبيره. انس عندها جانب انساني كبير انس حبوبه انس عندها شخصيه متميزه وانت كان تبعت السيركوي انس كي تلعب ضد جواره وجواره تخسر تضحك مع انس تعنقها. يعني ما عندكمش فكرة أنت قديها محبوبة والجانب الإنساني كما شفت سور لو نومبر دو سيرفيس ونومبر دامورتي أنت ديما تخمم باش تعاون بلادها تقف مع صغيرات زادة في التنس الجوارات اللي ما عندهمش لي مويان وبزلت أنت باش تعمل أكثر المهم تكون عندها الأكاديمية نتاعها وهي ما طلبت شيء الحقيقة طلبت كان أرض وعدونا أنهم باش يعطيوها لها ويظهر لي احنا لازمنا نجري وباش نعطيوها ارض خاطر اكاديميه انس جابر كما اكاديميه جوستين لينا في بلجيكا وكل باش تعطي افق اخرى للرياضه هذه وباش تخلي اشعاع وتخلينا نزيدوا ندخلوا اكثر للعالميه ونونيو نحكيوا على الدبلوماسيه الرياضيه. مهم جدا اكيد خليك مادام تعودش عليك برشا يعطيك الصحه شكرا على تدخلك معنا سلمنا اكيد التوانسه الكل وصلهم انس وعصام وكريم توانسه الكل معاكم وراكم في الفينال ان شاء الله العيد ان شاء الله يكون عيد عيدين نهار العيد الفينال. نعرف العيد نعيدوا مع بعضنا ان شاء الله ربي. ان شاء الله يعطيك الصحه مدام بالتوفيق الانس يعطيها الصحه على قاعة تعمل فيه الكل ما هو سهل بالحق ما هو سهل في رياضه صعيبه في رياضه عندنا بنيه تحتيه تقريبا ما عندناش خلينا نقولوا بنيه تحتيه وصلت انس وتحقق اللي قاعد تعمل فيه انس برافو على كل اكيد باش نكون انا متابعه ديما للتورنوا هذه ان شاء الله تكون في تونس لما لا تتويج تاريخي يكون للرياضة التونسية للتنس التونسي بصفة خاصة بفضل وزيرة السعادة أنس جابر.